الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. نعم أخنا حفظك الله، هل من وصية لطالب العلم المبتدئ؟ الوصية لكل إنسان أن يخلص النية لله عز وجل، وأن لا يكون قصده بذلك الرئاسة ولا الجاه ولا المال، ما قصده إلا أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن يقيم الملة ويدافع عنها ويحميها، هذا أحسن شيء. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.